لكن دعني أسألك حول مسألة وضع سقف لسعر النفط الروسي ب60 دولار حسب ما تريد فعله مجموعة السبع. أيضا كيف استقبلت روسيا هذا القرار وما هي الردود الروسية المتوقعة إذا ما أقر ذلك؟ هناك توعد روسي داليا بأن توقف موسكو تصدير النفط إلى أي دولة تشارك في قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي. هذا الأمر تم اتخاذه من قبل القيادة الروسية، وموسكو الآن جديا توعدت بهذه الرد أو بهذا الرد، ردا على مجموعة السبع وأيضا ردا على الدول الأوروبية. انعكاسات هذا القرار في حال تم تبنيه فستكون سلبية على مجموعة السبع، على دول مجموعة السبع وأيضا على الدول الأوروبية. موسكو منذ بداية العملية العسكرية بدأت بالفعل ببيع النفط، ربما يتم التسعير حسين على 65 أو 70 دولار، ربما هذا هو آخر تحديثات لهذه الجزئية. نعم داليا، كنت أشير إلى أن خبراء الاقتصاد يتحدثون وكمعلومات خاصة للقاهرة الإخبارية عن أن موسكو تبيع براميل النفط إلى الهند والصين بالبرميل يساوي 60 دولار كسعر برميل النفط من روسيا. فروسيا منذ بداية العملية العسكرية بدأت تبيع النفط إلى الهند والصين بهذه الأسعار. بطبيعة الحال الاقتصاد الروسي، الخزينة الروسية ستنعكس أو ستخسر في حال تم وضع سقف لسعر النفط الروسي، لكن حجم الخسارة الروسية لن يكون كحجم الخسارة الأوروبية. روسيا لديها عدد من الدول التي تصنفهم روسيا على أنهم دول شريكة لها، يمكن لروسيا أن تضخ النفط أو تصدر النفط إلى هذه الدول، كما يمكن لها أيضا أن تخفض الإنتاج بشكل يومي. لكن الدول الأوروبية ودول مجموعة السبع في حال أوقفت روسيا تصدير النفط إلى هذه الدول، من أين سيأتون بالبديل للنفط الروسي؟ وأسعار البديل كيف ستكون مقارنة مع أسعار النفط الروسي؟ في حال تم تأمين البديل فكيف سيتعامل المواطن الأوروبي مع الأسعار الجديدة؟ وبالرغم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تجتاح الدول الأوروبية كما يتم الحديث وكما أيضا تفيدنا وسائل الإعلام الأجنبية، هناك أزمة حقيقية الآن في الدول الأوروبية، وموسكو تؤكد على أن القادة الأوروبيين هم فقط من يتحملون هذه الأزمة نتيجة القرارات كما تصفها موسكو على أنها قرارات خاطئة، قرارات غير عقلانية يتم اتخاذها من قبل القادة الأوروبيين ضد شعوبهم قبل أن يتخذونها ضد الأراضي الروسية وضد الاقتصاد الروسي.